هي ومين هي ومين لو وقت اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين هي ومين. يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم هي ومي. كالعادة بنتقابل كل سبت واثنين وخميس على مدار ساعة ونص على الهواء مباشرة، أكيد بيسعدنا متابعتكم لينا. وزي ما احنا عارفين ان كل يوم سبت طبعا بيكون خاص بالمطبخ فقط، ومنورنا كعادة كل سبت الشيف سامح. برحب بيك يا شيف سامح. أهلا بيك يا رني. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. كلكم يا رب تكونوا بخير. بخير يعني. انا بس في البدايه كده اهني حضرتك طبعا بعيد العذراء وصيام العذراء طبعا. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الناس طيبين، وكل الناس بخير. كل الناس يعني في ناس كتير ابتدت صيام العذراء، كل سنه وحضراتكم طيبين وبركه صوم العذراء تكون معانا جميعا. والنهارده هنبدا نعمل اكلات صيامي للناس اللي ابتدت، وبرضه حاجات طبعا فطاري لان الناس لسه من يوم الاثنين، يعني في ناس صامت وفي ناس لسه. بالظبط. كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني انا عارف ان في ناس بتبتدي تصوم من اول الشهر، وفي ناس بتصوم بميه وملح، وفي ناس بتصوم صيام عادي يعني. فاحنا هنشتغل جزء كده وجزء كده، لان في ناس لسه طبعا عشان ما تتظلمش معانا. في ناس لسه عايزين يرفعوا وعايزين يبتدوا الصيام يوم على حسب التاريخ. يعني لسه في ناس يعني عايزه ترفع وتبدا صيام يوم الاثنين، وفي ناس بالفعل صامت من اول يعني 1/8. كل سنه وحضراتكم طيبين، وهنعمل لكم كل حاجه انتوا عاوزينها. هنعمل ايه النهارده يا شيف سامي؟ النهارده معانا الراعي الرسمي للصيام ده اللي هو الشلاولة والصعيدي. تمام. ده الراعي الرسمي للصيام ده، يعني معروف من غير ميه وملح. دي بالميه والملح. دي ملوخيه ناشفه بالميه والملح. تمام. وفي معانا بطاطس بيوريه هنعملها بالخضار والمشروم والروزماري بشكل جديد كده، وحاجه مميزه وجبه يعني. معانا للناس اللي هترفع معانا فرخه مشويه على الفحم بطعم الكبابجي اللي طلبوها المره اللي فاتت. حلوة. جزء كده من الكبابجي يعني. والحلو معانا النهارده حاجه مميزه جدا، معانا مهلبيه بتعمل ايس كريم ببسكوت الايس كريم كمان، بحاجه مميزه جدا بصوص الشوكولاته، وحاجه هتبقى جميله جدا مميزه للاطفال كمان عشان يعرفوا يصوموا معانا ياكلوا حاجه حلوه قبل ما يصوموا. هايل. يلا نبدا. فنبتدي معانا النهارده هنبتدي يلا. بس نسلق البطاطس بتاعتنا. هنبدا بالبطاطس البيوريه الاول. بطاطس عادي خالص بنقشرها بنقطعها مكعبات. انا بفضل كده عشان تنجز معانا في الوقت، وفي نفس الوقت عشان تبقى طريه وكريمي كده معانا. فهنا بس لما بنقطع البطاطس بنحطها في ميه زي ما اتفقنا عشان ما تسودش مننا. تمام. فاحنا هناخد معانا البطاطس، هنبدا نحط البطاطس اللي احنا مقطعينها بالظبط عشان تتسلق عادي. انا بفكر حضراتكم ان النهارده الحلقه رقم 100، ويوم الاثنين هيكون عيد ميلاد البرنامج، لان احنا كده كملنا سنه مع حضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين من معبد صوم العذراء مريم. احنا نكون كملنا معاكم سنه في البرنامج، يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم ونقدم لكم كل اللي انتم نفسكم فيه. كل سنه وانت طيب يا شيف سامح. وانت طيبه يا رني. هنحط مع البطاطس معلقتين ملح ونسيبها تتسلق بقى. تتسلق شويه. مع نفسها. هنجيب الـ نبتدي بقى نشتغل في الشلاوله والصعيدي اللي هو الراعي الرسمي للصيام ده. هنجيب معانا ملوخيه ناشفه، ولو يعني ملوخيه فلاحي زي ما بيقولوا يكون افضل. ناخد كوبايه معانا، يعني حوالي 100 جرام ملوخيه او كوبايه ملوخيه يعني. ناخد معاها ثوم مدقوق ومفروم او مدقوق ناعم في المدق. تمام. عشان احنا عايزينه بزيته. طيب ممكن نطلع مقادير الشلاوله ودلوقتي اللي احنا خلاص البطاطس حطيناها بس تتسلق ونمشين بقى واحده واحده بالشلاوله. وهنكمل البطاطس بس بعد الشلاوله. تمام. هناخد معاها 3 معالق ثوم. ماشي. كده عشان يبقى بالظبط يعني. معانا المقادير دلوقتي على الشاشة عشان تكونوا ماشيين معانا كده خطوة خطوة. أنا بفضل آخد معاها الملح كمان. أنت قلت الملوخية الناشفة أو يفضل الفلاحي، هو في فرق؟ الملوخية الفلاحي بتبقى متنشفة، أو الصعيدي، هي صعيدي أساساً. أساسها صعيدي يعني، بتبقى متنشفة في الشمس. تمام. يعني بتبقى أخشن من كده شوية.
بتبقى المصدر بقى بتاع يعني مصدرها طبعا احنا هنا يعني بس هنتعامل يعني. تمام. هناخد معانا ليمونتين ممكن الثالثه عشان خاطرك لو احتاجناها النهارده عشان خاطري برضو ماشي. فهناخد معانا ليمونتين حلوين كده ظراف. تمام. هي اساسا اساسها الليمون والثوم. يبقى احنا حطينا الملوخيه وحطينا عليها ملح وثوم مفروم وثوم تاني انت قلت لا ثوم مفروم بس ثوم مفروم مدقوق ومفروم يعني انا يعني انا مزود شويه ان انا فرمه ماشي شويه بالسكينه يعني عشان انا عامه شويه ما يبقاش ما يجيش في الـ في الـ في الاكل كده بشكل ملفت يعني. تمام. هي اساسها الـ الملوخيه دي او الشلولو ده اساسها ثوم وليمون وملح وشطه بس كويس. في ناس بقى بتحب تعمل اضافات، الاضافات دي اوبشن. الاضافات دي اوبشن. ايه الاضافات؟ في ناس تحب بقى تحط فلفل حراق، في ناس تحب تحط بصل، في ناس تحب تحط طماطم، في ناس تحب تحط طماطم وفلفل وبصل وحاجات كده، مفيش مشاكل عشان بتدي الطعم شوية يعني بيحاولوا يخلوا الطعم شوية مختلف يعني. تمام. الناس اللي طلبت يا جماعة ان هم بيكونوا صايمين بمية وملح وعايزين حاجة يعرفوا ياكلوها. معلش بقى المفروض ان هي بس ايه يعني انا هاخدها بايدي الاول شوية عشان ندخل الثوم في الليمون في الملوخية وبعدين نبتدي نشوف القصة تمشي معاها ازاي. عشان ناخد ريحة الملوخية وناخد ريحة الثوم وناخد الريحة كلها كده في بعض ونشوف هتمشي الدنيا ازاي. تمام. تبتدي ريحتها تطلع كده وانت بتشتغل تعرف ان انت ماشي مظبوط. ما تبتدي ريحة الملوخية بالثوم بالليمون تطلع كده تعرف ان انت ماشي كويس ويبتدي لونها يفتح معاك شوية يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. يبقى الفكره كلها احنا لازم ندخل كل المقادير في بعض بالظبط يعني ندخل الثوم مع الملوخيه مع الملح مع الحاجات اللي احنا حطيناها الليمون كمان كل ده يميكس في بعضه كده بالظبط عشان نبدا نكمل شغل فيه. يعني هم بيسموا الحركه دي يعني ايه بنخمرها. يعني بيسموا يعني بيقولوا الحركه دي كده ان احنا ايه بنخمرها شويه. تمام. فاحنا هنبتدي بقى ايه خلاص كده هي ريحتها طلعت وابتدت تبقى معانا تمام هنبتدي نشتغل عليها بالميه. الميه بقى زي ما انتوا عايزين ميه من الحنفيه اوكي ميه ساقعه ماشي في ناس تحب تحطها على ميه دافيه ماشي. ايه الاصح؟ الاصح ميه ساقعه. ميه ساقعه. وبعدين بعد كده الميه العاديه وبعدين في ناس تحب تشتغلها على ميه سخنه. احنا لو قلبنا اللي احنا بنعمله ده يا جماعه على السخن هتبقى ملوخيه ناشفه رائعه جدا. يعني لو قلبنا اللي احنا بنعمله ده على السخن ناخد التوم بقى في الطاسة وناخد معاه حاجات تانية وبتاع وبعدين ننزل بالملوخية الناشفة فاحنا كده بنعمل عظمة. الأكل اللي في الصيام وبالمية والملح الأكل ده يا جماعة سوري هننزل بقى بمية ساقعة على الملوخية بتاعتنا الناشفة أو الشلولة والصعيدي اللي مكسنا فيها التوم والملح بالظبط والليمون بالظبط وهي ساقعه خالص اهي. هنبتدي نشتغل عليها كده واحده واحده. طب هي هتبدا هتبقى ملوخيه تاخد الشكل. تمام. هنبتدي ننزل عليها واحده واحده كده وندخلها كلها في بعضها كده. ما نقلقش بقى زي ما قلنا لما نشتغل في الاكل يا جماعه ما نقلقش خالص. هنبتدي نشتغل ميه واحده واحده كده. الـ الأكل الصيامي ما بيحيرش وكتير ومميز وكل الخضار ممكن يشتغل معانا وفي معانا الراعي الرسمي للصيام برضو اللي هو المشروم هنعمل بيه شغل النهاردة برضو. المشروم حاجة مميزة جدا وحاجة ممكن ندخلها بدل اللحمة في كل حاجة يعني. دي حقيقة بتدينا نفس القيمة الغذائية بتاعة اللحمة أو الفراخ. بالظبط. يعني احنا دايما بنحاول نستبدل الحاجات دي عشان القيمة الغذائية ناخدها زي ما هي. نبتدي نشتغل بقى كده لغاية لما نوصل لقوام الملوخية اللي احنا بنفضلها. هي بس كده صح؟ بس خلاص كده. خلاص كده. يعني بصوا ميه وملح من غير زيت. أكلة في التاريخ. بالظبط. ما احتاجناش لا نار ولا احتاجنا حاجة خارقة يعني. بالظبط، حاجة مميزة جدا وحاجة من الحاجات الحلوة جدا في الصيام على فكرة. يعني أكلها حلو جدا.
احنا نزود ميه على حسب القوام بتاعها. بالظبط، لما نوصل للقوام اللي احنا بنحب ناكل بيه الملوخيه بتاعتنا العاديه. ننزل الميه شويه بشويه كده عشان ما تتكلكعش. عشان كمان هي عشان هي لازم يبقى ليها عرق يا جماعه، ملوخيه لازم يبقى ليها عرق. فبنضرب في اتجاه واحد، بنلف الملوخيه كده في اتجاه واحد عشان ما نقعدش نروح ونيجي ونروح ونيجي، نقطع الملوخيه والعرق بتاعها يقطع مننا. ماشي، خدوا المعلومه من الشيف سامح. بصوا الملوخيه لازم نقلب في اتجاه واحد عشان العرق بتاع الملوخيه ما يتقطعش مننا. بالظبط. وبعدين الميه المتلجه برضو بتدي لها عرق كويس. تمام، يتاكل جنبها ايه بقى يا شيف سامح؟ اي سلطه خضار. سلطه، هي خضار وساقعه، بيتاكل جنبها اي سلطه. عشان كده الناس بتحب تحط عليها فلفل متقطع، فلفل حراق، في حاجات كده يعني. تمام، فاحنا اعتقد ان احنا بقى عيش طبعا، وطبق سلطه جنبها وكده الغدوه الحلوه بقى، او بتنجان مخلل، بتنجان مسقعه، بتنجان جاي، كل الحاجات دي جايه. ملوخيه بقى بتنجان. فهناخد معانا شويه ملح، ممكن نديها شويه كزبره ناشفه، ممكن نديها شويه كمون، ده اختياري واوبشن يعني هي توم وملح وليمون وشطه وبس. الكزبره والكمون والحاجات دي اوبشن يعني، بنحاول نخلي ليها برضو اتجاهات كده ناحيه الملوخيه. يعني انتم مش حابين تزودوا كل التوابل دي، براحتكم يعني، كل ده اختياري. عشان اخواتنا الصعايده كمان اللي هم اصل الحكايه اللي هم بيعملوها ما يقولوش ان احنا بنالف، احنا ما بنالفش، احنا بنقول ده اوبشن. بنقول اختياري هو. يعني ما بنتعداش على حقوقكم، بنقول ده اوبشن واحنا حاطينه اختياري. طب الفلفل الاخضر اللي هو الحراق ده برضو اختياري والحاجات كل دي؟ كله اختياري. يعني اي اضافه انتم عايزينها زودوها زي ما انتم بتحبوا تاكلوا الحاجه. يعني الاكل ده طعم وتذوق، يعني انتوا زي ما بتحبوا تدوقوا الحاجه اعملوها. بالظبط. الليمونه هنحطها اعتقد عشان الكميه بس بقت بزياده، يعني ازيد من الكوبايه يعني. فاحنا بناخد الليمونه الثالثه معانا، يبقى احنا كده خلصنا الشلوله. طيب. بس هنحط لها بقى ايه الحاجات اللذيذه بتاعتها اللي بتتحط فوق على الوش يعني. ماشي، عشان مش عايزين الوقت بس ياخدنا. لا مش خلاص، احنا كده خلصنا تقريبا. خلصنا الشلوله وبس، لسه احنا معانا حاجات واكلات النهارده. يعني كفايه الفرخه المشويه على الفحم دي، والبطاطس بقى برضو لسه الصيامي لان الناس ابتدت تصوم. العرق بتاع الملوخيه اهو يا جماعه، ملوخيه يعني احسن حاجه في الدنيا، حاجه عظمه يعني. تمام، ادي طبق الشلوله وبتاع. بناخد معانا بقى الاوبشن اللي هو الـ الرسمي بتاعها، الشطه الحراقه دي اللي هي الفلفل المجفف ده. ده هو كده بيتكسر كده على الوش كده زي ما هو كده، ده بيديها حاجه عظمه خالص في الطعم يعني. وهو برده ما بيبقاش حراق جامد يعني. ده ما بيبقاش حراق جامد، ما بيبقاش حراق قوي يعني، لكن هو بيديها كده حاجه، دي شكل كمان. بالظبط، بنحط عليها شويه كده حلوين برضو. ده يا جماعه اختيار يعني، الشيف سامح بيقول لنا ان كل ده هو عفوا بقى، دي بقى دي الاساسيه بتاعتها يعني، دي في دي اصل الاكله. دي اصلها، احنا بنتكلم في اصل الاكله. اصلها الاختياري جاي. ماشي، الاختياري جاي. احنا كده خلاص حطينا كده، نكتفي بكده عشان برضو اللي مش عايز يبقى هو كده. تمام، ماشي. ده الاختياري بقى. ايه بقى ده؟ ده اللي احنا اللي هو انا بقول لحضرتك عليه، اللي هو الفلفل الحراق. الفلفل الحراق بتاعنا العادي مفروم، فده اختياري، ممكن نحط بقى منه شويه كده. ده انا حاسه ان ده الاساسي. فهو بقى يعني مع الملوخيه دي، يعني احنا ناكل الملوخيه من غير ما تبقى حراقه كده واحنا صايمين يعني. الملوخيه دي بيبقى حاجه كده عظمه يعني. اي حاجه تانيه بقى يا جماعه، اي حاجه تانيه بتبقى دي كده الشلولو. اي حاجه تانية بتتحط فوقها، حد عايز يقطع فلفل، حد عايز يقطع طماطم، حد عايز يقطع بصل، حد عايز يقطع، براحتك اعمل اللي انت عايزه، حط، هيبقى الطعم جميل برضو وما تخافش، وكله بالهنا والشفا.
كده عملنا اول اكله معانا النهارده الشلولو الصعيدي باسهل طريقه للناس اللي صايمه بميه وملح. ينفع نعملها ما حطناش لا زيت ولا اي حاجه، فالموضوع سهل وحلو قوي. هنبدا بقى نعمل الاكله الثانيه النهارده، بطاطس بيوريه بالمشروم والخضار، صح كده؟ بالظبط. البطاطس استوت شويه، طيب يعني ممكن نبدا خمس دقايق كده ممكن نبدا فيها برضو. ما هي احنا هنبدا فيها البطاطس، بس انا هعملها المفروض ان احنا نقطع عليها الخضار نيف ني يعني، بس انا هاخده نص سوا عشان نديله طعم تاني ونديها شكل كريمي كده حلو. ماشي. ونبتدي نشوف هنعمل فيها ايه. طب احنا هنشتغل برضو في البطاطس، في البطاطس دي يعني هي عقبال ما تتسلق هنشتغل بقى في الخضار بتاعها، هنشتغل في الكفر بتاعها وهن ان شاء الله هتبقى حاجة مميزة يعني. ده اكلك مميز كالعادة، ربنا يخليك. هنعمل هناخد معانا شوية زيت. تمام. اختياري بقى زي ما انتوا عايزين حسب امكانياتك، زيت زيتون اوكي، زيت عادي ماشي، انا بفضل زيت زيتون تشتغل بيه على طول في الحاجات دي او في الصيام، بيبقى حلو بعيد عن الكوليسترول وبعيد عن الخوف وبعيد عن الكلام ده، وحاجة كلها دهون طبيعية وحلوة. فهنبتدي نديها شوية زيت كده. تمام. ممكن نطلع مقادير البطاطس بتاعتنا عشان نبقى ماشيين كده خطوة خطوة مع الشيف سامي. المشروم الفريش، المشروم الفريش يعني، اللي هو الراعي الرسمي بتاع الصيامات بتاعتنا. البطاطس البطاطس معانا على الهوا دلوقتي المقادير. فاحنا هناخد معانا المشروم بتاعنا برضو. زي ما احنا اتفقنا وقلنا المرة اللي فاتت ازاي بنختار المشروم وازاي بنعرف انه فريش وازاي بنغسله وازاي لو ما غسلناهوش او ما عرفناش نغسله نقشر القشرة الخارجية بتاعته ونبتدي نشتغل بيه وما نخافش. بس هو المشروم بيتقطع في ساعتها، ما نحاولش نقطعه قبل كده عشان ما يفقدش قيمته ويأكسد ويبقى معانا مش مظبوط. اتفضل معانا. تمام. بالزبط. اعتقد حفظنا يعني، خلينا كده ايه الحاجات اللي هي دايما بنكررها، فاحنا حفظنا بنشتغل بيها ازاي او بنتعامل بيها ازاي. بالظبط. في حاجات بقى احنا قلناها فاحنا المفروض نبقى عرفناها خلاص، وفي حاجات هنشوفها دايما على الهوا معانا، وفي حاجات لسه ما عملناهاش هنعملها. تابعونا ما تروحوش في اي حته، زي ما قلنا معانا كل جديد ومختلف، كل الاكل كلنا بنعمله لكن احنا بنعمله بشكل تاني وبشكل سريع، وزي ما قلنا احنا بنشتغل عشان الناس اللي مش فاضية والناس اللي هي ما بتحبش تقف في المطبخ كتير والدنيا حر والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. تمام. المشروم يا جماعة ليه قيمة غذائية كبيرة جدا، فاحنا بنستغله طول الصيامات عشان ناخد القيمة الغذائية اللي احنا بنفقدها من احنا بناكلش لحمة او فراخ او سمك. لا في سمك، في ناس بتاكل سمك كتير في صيام العذراء، في ناس بتاكل سمك وفي ناس ما بتاكلش. لا يعني وده السؤال الحلقه اللي انا عايز اساله لكم، يعني حاولوا تجاوبوا عليه وتقولوا لنا عايزين الحلقه الجايه سمك ولا عايزين الحلقه الجايه اكل عادي. فكروا قولوا لنا واحنا معاكم زي ما انتم عايزين. لو اخترتوا سمك هيبقى سمك مميز جدا، لو اخترتوا اكل عادي هيبقى برضو اكل مميز جدا. لا في ناس صايمه سمك وفي ناس ما بتاكلش سمك، في احنا بنرضي كل الناس يعني، ممكن نعمل بالزبط. سمك في مره بالظبط. وهننتظر طبعا التليفونات بتاعتكم والاكلات اللي نفسكم نعملها طوال فتره الصيام. هناخد معانا فص معلقه التوم بتاعتنا، خمس فصوص توم كده. احنا معانا كيلو بطاطس الاول سلقناه عشان نبقى عارفين نشتغل ازاي لو انتوا عايزين المقادير بالقيمه بتاعتها يعني. هناخد بعد كده المشروم معانا اللي قطعناه. ماشي. على التوم على طول عشان اخد طعمه. ماشي. نزلنا بالزيت بعد كده التوم ونزلنا بالمشروم اللي احنا قطعناه. ناخد معانا المشروم بتاعنا ونسيبه كده نشوف القصه فيها ايه. عايزين نشوف البطاطس بتاعتنا خلاص زي ما احنا عايزين كده. انا كنت عايز اسويها اقصى حاجه يعني ممكنه، هي مش هتاخد سوى تاني. بالظبط. لا خلاص كده احنا هنصفيها، لازم تكون مستويه بشكل كامل. بالظبط. هنصفيها وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. ماشي. المشروم المفروض ان هو ياخد لون او كده. هصفيها وارجع لكم. ماشي. نزلنا بقى بالكفر او الغطا بتاع البطاطس البيوريه اللي هنعملها دلوقتي.
نزلنا بالزيت، بعد كده بالثوم، بعد كده نزلنا بالمشروم، وهنصفي البطاطس. والشيف سامح بيقول ان احنا لازم نسوي البطاطس بشكل كامل عشان دي التسويه الكامله بتاعتها، يعني احنا بعد كده هنديها كفر ونشوف بقى بطاطس بشكل جديد ومختلف. وطبعا الشيف سامح عمل لنا احلى شلاوله وصعيدي بشكل سريع قوي. طب خلينا ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل البطاطس بتاعتنا. تمام ماشي، هستأذنكم مشاهدينا فاصل إعلاني سريع ونرجع نكمل ركن المطبخ مع الشيف سامح المنور. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومكملين في المطبخ النهارده مع الشيف سامح. برحب بحضرتك مره ثانيه يا شيف سامح. وصلنا لفين وقول لنا حطيت ايه على المشروم؟ اللي احنا نزلنا بالثوم، نزلنا بالمشروم، لفينا المشروم قبل ما يستوي بشويه، نزلنا بالفلفل الالوان. انا مش عايز الخضار يستوي قوي، انا عايزه بيقرش معايا نص سوا. بعد كده بننزل بالفلفل الحراق، بننزل بالفلفل الاخضر. تمام، يعني الوان الفلفل كلها احمر واخضر واصفر وفلفل حراق. طبعا هي اسمها بطاطس بوريه، وبالنسبه للناس كلها بتعمل البطاطس دي في البيت وكل حاجه، بس احنا هنعملها بشكل مختلف النهارده، بطعم جديد، بشكل وجبه. احنا كنا عملنا حاجه شبه كده، عملنا بيها الحواوشي. فاحنا قلت لكم احنا بنعمل الحواوشي ان احنا هنعمل بعد كده البطاطس دي وجبه، فاحنا بنعمل وجبه دلوقتي وبعدين هتتعمل بشكل تاني. تمام. وكان الحقيقه اتكلموا معايا ان انا ممكن نعمل حلقات منفصلة، يعني حلقة بطاطس، حلقة بتنجان، حلقة بالأصناف بتاعتها كتير. البطاطس بتعمل بقى أصناف كتير جدا، والبتنجان كذلك، وكل الأكل. نخش بقى على البطاطس. احنا قسمناها اتنين، هناخد جزء هنعمله بالخضار الصيامي، وبعدين هناخد جزء نحط عليه خضار وهنخليه بالفطاري ونحطه تحت الفراخ المشوية. ماشي. ودي حاجة من الحاجات المميزة يعني. هناخد معانا زيت زيتون عشان يعني يطري كده، وما نكترش الزيت لأن احنا حاطين زيت في الخضار. احنا نبدأ نهرسها مع الزيت. هنبتدي نهرسها، ناخد معانا شوية معلقة ملح، معلقة فلفل أسمر، وبنحط التوابل في البطاطس مش في الخضار، عشان لو حطينا البطاطس في الخضار احنا هنقلب ومش هنهرس، احنا هنهرس هنا بس. فهنحط فلفل أسود، معلقة فلفل أسود، معلقة كمون، طيب معلقة كزبرة ناشفة، معلقتين كاري. تمام كده؟ تمام. ونبتدي نشوف احنا بنهرس كده. خلينا ناخد معانا ميرنا من اسماعيليه. الو مساء الخير. مساء النور، كل سنه طيبين. وحضرتك طيبه. الله يخليكي. عندي لبن رايب راس، مش عايزه اعمل بيه معجنات، اعمل بيه ايه؟ لبن راب. لبن راب. لبن رايب؟ لبن قطع منك راب يعني. فمش عايز اعمل معجنات، احنا دخلنا على الصيام فمش عايز اعمل معجنات. افصلي الشرش عن الجبنه اللي فيه، يعني افصليه في مصفه، مصفه ناعمه، افصلي الشرش عن الجبنه اللي فيه. هو بارد ولا اغليه تاني؟ هو بارد يعني. انت خلاص هو قطع منك، فانت سيبيه يبرد بس معاكي شويه. عشان تقدري تستخدميه او خليه دافي او ايا كان، عشان ما يبوظلكيش مثلا الكبه او الخلاط اللي انت هتعملي فيهم. ممكن ناخد الجبنه اللي فيه ونعمل بيها جبنه. ممكن ناخد ميه الشرشه اللي نزلت منه دي. احنا عملنا بيها المره اللي فاتت، طبخنا بيها باميه. طبخنا بيها باميه. فاكره كده. وفي السمك، بس لما بنكون فاطرين بنحطها ممكن على ميه البكلاويز، وبنحطها على المكرونات، بنحطها على العجين بتاع البيتزا، بنحطها على العجين بتاع العيش. بنبتدي نشتغل بيها كل حاجة. مية الشرش بتاع اللبن دي حاجة عظمة يعني، ما ترموهاش يعني. طب دلوقتي ممكن انا اركنها لغاية بعد الفطار؟ ينفع تتشيل؟ طبعا. طبعا جمديها في حطيها في الفريزر. حطيها وجمديها في الفريزر. تمام. شكرا. وحتى الجبنة اللي هتطلع من الشرشة دي حطيها في كيس وجمديها في الفريزر، وما تطلع حليها، سيبيها تحل لوحدها، بعدين اضربيها زي ما احنا عملناها المرة اللي فاتت. اضربيها بقطعتين جبنه كريمي او مفيش، بشويه ملح، واضربيها كويس جدا في الكبه مع شويه شرشه، هتطلع لك احلى جبنه كريمي تاكليها بالهنا والشفا. بشكرك جدا على اتصالك يا استاذه نعمه، وانا اسفه عشان انا قلت اسم في الاول غلط. معانا استاذه ساميه.
الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضلي. وحضرتك طيبه. ايام كلها خير وفرح وبركه كده يا رب. يا رب يا رب امين. اتكلم الشيف. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. حضرتك الشيف سامح وحشنا والله من اسبوع لاسبوع، بتوحشنا كتير. ربنا يخليكي كتر خيرك، ميرسي الاتصال. انا مسميه حضرتك الشيف العالمي بنكهه بيوتنا على البساطه اللي بتقدمها لنا، صدقني. ربنا يخليكي. وليا طلب عند حضرتك، البشاميل الصيامي اظبطه ازاي؟ ايه ده؟ البشاميل الصيامي. البشاميل الصيامي. والسؤال الثاني، ازاي اظبط البطاطس البوريه من غير ما تفك مني؟ وحتى لو حشيتها مشروم او كده، بس مش عايزه لما اجي اقطعها تبقى خرط ما تتفكش مني، التكه. حاضر. وحضرتك تعيد لي على ابانوب عيد ميلاده بكره، ابانوب منير. كل سنه وانت طيب يا ابانوب. كل سنه وهو طيب. ابانوب طيب. شكرا خالص، شكرا لك. شكرا ليكي ولاتصالك واسئلتك، هنجاوب عليها حالا. حاضر. كل سنة وهو طيب، بس أبنوب الأول، وعيد ميلاد سعيد عقبال 100 سنة، وأنت عيد ميلادك في أيام حلوة جميلة يعني، بركة كبيرة. فيعني ربنا يديك العمر والصح. احنا كده خلاص هرسنا البطاطس. حاضر، هجاوب على حضرتك بس هنخلص. لا احنا كاتبين الأسئلة ما تقلقيش، مش هننساها. هي الفكرة كلها البطاطس يعني مش عايزاها تفك منها، واحنا ده اللي احنا هنعمله النهاردة. لا هي مش عايزاها تفك، عشان هي هتعملها هتحشيها حاجة. هتحشيها، عايزة تحشيها وتقليها وكده والكلام ده. في حاجات كتير ممكن تربطي بيها البطاطس، يعني ممكن بالنشا، ممكن بالدقيق، ممكن أنا ما بفضلش البقسماط يعني، لأن بتعجن وبتبقى مش مظبوط. ممكن نشا على دقيق ونعملها لغاية لما نجيب القوام اللي احنا عايزينه، وبعدين نحشي ونشوف هنعمل ايه يعني. كده احنا خلاص أخدنا البطاطس بتاعتنا، هننزل عليها بالخضار اللي احنا عملناه. حد طلب مننا ان احنا عايزين نعمل الجبنه الصيامي. الجبنه الصيامي. ينفع نبقى نقول المقادير كده نشوف هنعرف نعملها في البيت ولا لا؟ هو انا ما بفضلش، بس ماشي. حاضر. من البيت اهو، احنا هنجيب الحاجه وفي البيت. حاضر. هناخد معانا عصير ليمونه، ليمونتين عشان خاطرك. ليمون النهارده عشان خاطر انا بس. مفيش احلى من الليمون في الصيف. تمام. يبقى احنا هرسنا البطاطس ونزلنا بالحشو بتاعنا عليها. انا عايز اقول حاجه، الـ البطاطس دي ممكن نحطها في صينيه كده. هناخد ليمونه ونص بس. البطاطس دي احنا ممكن نحطها زي ما هي كده في الفرن، برضو زي المره اللي فاتت كده، ونحط في الفرن ونعمل صينيه بطاطس. ماشي. بس احنا هنديها معلقتين خل. تمام. لازم بقى معلقه دبس رمان. دبس رمان هيخليها عظمه. طب ناخد شيرين معانا. الو مساء الخير. مساء الخير، اهلا بحضرتك، اتفضلي. اهلا بيكي، ازيك يا شيف سامح، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، انا استاذه شيرين، ازيك؟ ازاي حضرتك، منورني يا شيف سامح. ربنا يخليكي، ميرسي. الاكل اللي حضرتك عامله طبعا جميل جدا، وكله قيمه غذائيه عاليه. ميرسي. قول لي يا شيف سامح، هقدر اعمل ازاي المشروم بالبصل وبالطماطم بس؟ المشروم بالبصل والطماطم بس. ده عشان يعني صيام ميه وملح تقصدي، صح؟ مظبوط. ايوه. حاضر حاضر، هنجاوب على حضرتك. بشكرك جدا على اتصالك. احنا كمان معانا استاذه امل من بنها. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. أهلاً معانا، اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه وبعود الايام في اجمل ايام السنه. أهلاً بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بالف خير يا شيف، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم، اهلا بحضرتك، اتفضلي. ممكن حضرتك تركز بس على الاكل بتاع ميه وملح؟ حاضر حاضر حاضر. ده كده طلب يعني اساسي. عاشت ايدك، الاكل شكله شهي قوي، عاشت ايدك، تسلم ايدك. ربنا يخليكي، ميرسي. ربنا يخليك، يا رب يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه وبركه صيام العذراء تكون معاكي. بشكرك جدا على اتصالك. وحاضر يا جماعه، اي زي ما احنا قلنا، اي خضار يتعمل اي خضار يتعمل بالملح. اي خضار احنا ينفع نشيل الزيت ونكمل بيه عادي. اي خضار يتعمل بالميه والملح. احنا البطاطس دي لو احنا ما حطيناش عليها زيت هي بميه وملح، وتتعمل وتطلع بنفس الطعم على فكره، عشان نبقى بس ايه عارفين القصه تمشي ازاي. ماشي. يعني البطاطس دي ينفع تتعمل بميه وملح لو احنا ما حطيناش بس الزيت؟ طبعا. طب سؤال استاذه شيرين، اللي هو المشروم بالبصل والطماطم بس،
يعني المشروم بالبصل والطماطم بس او بالثوم والطماطم بس. احنا بناخد الطماطم الشيري دي بنحط كده نظبط بيها بقى الكلام كده تمام عشان هي بتتاكل مع البطاطس يعني تمام. فاحنا المشروم بالملح تاخدي فص ثوم احنا لسه عاملينه على فكره قدامك يعني لو حضرتك متابعانا احنا لسه عاملينه قدامك. خدنا فص ثوم ونزلنا عليه بالمشروم وقلبناه لغايه لما يجي معانا نص سوا بالظبط كده. لو انت بتشتغلي بالطماطم تروحي نازله عليه بالطماطم القطع او الطماطم العصير او الطماطم المهروسه وتحطيه وتنزلي عليه بالتوابل بتاعتك ملح وفلفل. انا افضل ملح وفلفل بس لكن عايزه تحطي عليه حاجه تانية نحطها اختياري ليكي يعني. فاسهل حاجه يعني انت بتسالي في اسهل حاجه انت ممكن تعمليها وتحركي إيه فيها زي ما انت عايزه. ايه الحاجه اللي هتحطها قبل ما تحط الثوم؟ مش هنحط حاجه عادي مش عايزه تحطي زيت هتحطي الثوم في الطاسه وهتحط عليه نقطتين ميه اي حاجه هتحطيها خضار بصل طماطم اي حاجه طريها بنقطتين ميه صغيرين نعرقها كده بمعنى اصح بنقطتين ميه بس خلي ايدك فيها بالمعلقه على طول تمام. هتطلع معاكي زي ما انت عايزه تمام. ناخد البطاطس الثانيه اللي هنحطها تحت الفراخ هنحط عليها مكعب زبده. احنا بنعمل يا جماعه اكل نص صيامي ونص فطاري عشان في ناس لسه ما صامتش. هنحط عليها مكعبين زبده هم هيسيحوا معانا. مش عايزين ننسى أسئلة أستاذة سامية عايزة البشاميل الصيامي والبطاطس ما تفكش اللي هي البوري. البشاميل الصيامي يا جماعة ممكن نعمله بحاجتين ممكن نعمله باللبن الصيامي ممكن نعمله باللبن الصويا ممكن نعمله بالكريمر اللي هي المبيض بتاع القهوة ممكن نعمله بالبطاطس البوري ممكن نعمله بحاجات كتير قوي على فكرة ونتحرك فيه زي البشاميل التاني بالظبط. يعني لو احنا هنعمله بالبطاطس البوريه هناخد عليه الزيت وهناخد البطاطس البوريه ونحط معلقتين الدقيق بتوعنا وهنخفها شويه بالميه ونحط عليها التوابل بتاعتها البطاطس دي سوري البطاطس اللي احنا حطينا عليها زبده هنحط عليها كريمه نحط عليها كوبايه كريمه كده نص كوبايه كريمه كده حطينا زبده وكريمه على البطاطس. احنا قاسمين البطاطس نص عملناه صيامي بالمشروم والخضروات ونص تاني هنعمله فطاري عشان يعني الناس اللي لسه عايزه ترفع فلسه في فرصه قدامنا. دي البطاطس اللي هي بالكريمه والزبده بنحط عليها ملح وفلفل فقط لا غير. تمام. حلو كده ما بنحطش عليها بقى توم وما بنحطش عليها الكلام ده كله ملح وفلفل فقط لا غير. لان انا عايزها بطعمها وعايزها بطعم الزبده وبطعم الكريمه. عايزة حاجة مميزة دي بتتحط تحت المشويات وبتتحط تحت الفليهات وبتتحط تحت حاجات كتير قوي. وساعات بنخلط عليها البطاطا البيضة عشان برضو اللي يسمع يبقى فاهم بنخلطها وبنعملها بشكل بصوا يا جماعة بتبقى شكل كريمي جدا يعني حاجة مميزة خالص يعني. دي يا جماعة اللي بتتاكل مع الفراخ احنا نعملها النهاردة مع المشويات بتاعتنا يعني مع الفراخ مع الفليهات مع الريش مع الحاجات دي بتتحط تحتها كده بشكل مميز وبناخد عليها الصوص بتاع اللحمه او الرمياج بتاع اللحمه بنحطه على البطاطس بتتاخد بتروح في حته تانية خالص بتبقى حاجه مميزه جدا. يبقى احنا كده خلصنا الاثنين بطاطس بتوعنا هنجهزهم هنا اهو بس كده صح يعني بس كده خلاص كده خلاص دي خلاص ونبدا بقى في الفراخ المشويه عشان تبقى يعني دي الطبقة اللي تحت اللي بعد كده نحط عليها الفراخ صح كده؟ احنا هنعملها كده ولا ايه؟ بالظبط هنعملها كده اهو الطبقة كريمي او البطاطس كريمي بطريقة مش طبيعية شكلها يعني جميل قوي حاجة زي كريم شانتيه كده شكلها حلو قوي بصراحة وطعمها مميز جدا كمان تمام؟ تمام ونسيبها جنبنا هنا ماشي احنا لسه بقى هنعمل الفراخ بتاعتها نحط عليها الفراخ بتاعتها اوكي هنبتدي نشتغل في المهلبيه بتاعتنا بقى هنعمل الحلو برضو والفراخ بتاعتنا شغاله طبعا الفراخ في الاخر بقى الفراخ في الاخر اوكي هنبدا في المهلبيه بتاعتنا اللي هي النهارده بطعم كده الايس كريم والشيف جايب لنا البسكوت بتاع الايس كريم عشان هنعمل حاجه مختلفه كالعاده. سهله ولا الموضوع صعب؟ لا هي سهله بس شغلها كتير شويه هنولع بس البوتاجاز الناس بقى اللي حابه تعمل حاجات حلوه قبل الصيام فالمهلبيه النهارده دي يعني هتكفينا ان احنا نكمل الصيام من غير اي حاجه حلوه.
او نعمل حلويات صيامي. بالظبط، ناخد بقى كده خفيف بقى، احنا حاجات خفيفه كده، عصاير وحاجات خفيفه. هناخد معانا لبن، يعني كفايه الطواجن اللي عملناها قبل كده دي، يعني كانت دمار شامل. هناخد معانا كيلو لبن. تمام، عشان يكمل بس كيلو، عشان ده مش كيلو، ده 800 بالظبط، فاحنا هنكمله كيلو. المفروض هيغلي، نسيبه يغلي يعني. المفروض هيغلي معانا. تمام، معانا بقى الحاجات بتاعتنا كلها اللي هنشتغلها فيها. طب معانا نشا، معانا دقيق، معانا فانيليا، معانا السمسم بتاعنا، معانا الشوكولاته. دي المقادير يا جماعه الخاصه بالمهلبيه. طب ناخد استاذه ماريا معانا. ايوه، مساء الخير. مساء الخير، كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيبه، اهلا بحضرتك، اتفضلي. بقول لك انا عايزه اسالك شيء. معايا انا واحده كبيره وفي السن واكلتي صغيره، لما اعمل الاكلات دي اكل منها جزء، ممكن الباقي يتحط في الديب فريزر؟ ممكن في الديب فريزر، ممكن في الفريزر، واحطيه في علب. حط في علب مقفوله. علب مقفوله وتحطيه في الفريزر. ولما يطلع تسيبيه يحل لوحده، هو مش في الميكرويف. طيب ولا في حاجه، يحل لوحده، طلعيه قبلها. كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيبه، ربنا يديك. كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا جدا على اتصالك. احنا بنعمل حاجات سهله وبسيطه يا جماعه، مش محتاجه ان احنا يعني مش بنعقد الدنيا. كل الحاجات اللي بنعملها دي ممكن تتجمد وتتحط وتتفك وتشتغل، ممكن تتحط في الثلاجه تشتغل يومين ثلاثه وتشتغل معانا ونقدر ناكل، وما نقدرش ان احنا نعمل الاكل ونرمي الباقي، لا بنخلي زي ما قلنا وبنلم البواقي كلها وبنعملها. نزلنا معانا بالكيلو الدقيق بتاعنا، يغلي معانا ثلاث دقائق كده ونرجع نقول لكم هنعمل ايه. ممكن نعيد الشلاوله وتاني. احنا قلنا الشلاوله كوبايه ملوخيه او 100 جرام ملوخيه او ملوخيه ايا كان الكميه اللي انتوا عايزينها، معلقتين توم او خمس ست فصوص توم مهروسين مدقوقين مفرومين، بس انا عايزهم بزيتهم، فممكن ندقهم ونفرمهم عشان يبقوا ناعمين ويمشوا مع حجم الملوخيه بتاعتنا. بننزل بالملوخيه وبعدين التوم وبعدين عصير ليمونتين ثلاثه على حسب كميه الملوخيه اللي احنا بنحطها، وبندعكهم بايدينا نعرقها شويه نخليها تخمر معانا شويه، لما الملوخيه والتوم والليمون يخشوا ببعض نحط معانا الملح بتاعنا، وبنضرب بنبتدي نضرب بالميه الساقعه او بالميه من الحنفيه او بميه دافيه زي ما انت عايز، ابتدي اضرب 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 لما توصل للقوام اللي انت عايزه. في الاخر بتحط عليها الشطه الصعيدي من فوق، تحط عليها الفلفل الحراق، اي اضافات عايزها انت حطها، عايز تحط كمون تحط كزبره ناشفه زي ما احنا حطينا، عايز تحط خضار تقطع فيها طماطم تقطع فيها بصل تقطع فيها عشان تحلي الطعم اكتر زي ما انت عايز، كله اختياري وبالهنا والشفا وكل سنه وانتم طيبين. ودايما بقول لكم انه اي حاجه انتم عايزين ترجعوا لها، كل يعني اللايف بتاع الحلقه بينزل على هيا وبي. هيا وبي. برحب بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، ورجعنا ركن المطبخ ومنورنا كمان النهارده الشيف سامح. برحب بيك مره تانية شيف سامح. اهلا وسهلا. احنا بنزود بقى دلوقتي الروزماري. نسينا نحط الروزماري بتاعنا. احنا بنحطه تاني على الوش كده بيدينا الريحه بتاعته اللي احنا عايزينها. تمام، واحنا طبعا شغالين في المهلبيه دلوقتي، حطينا اللبن يغلي وعملنا ايه تاني؟ وبنعمل صوص الشوكولاته، هنحط الزبده بتاعتنا وهننزل بالشوكولاته بتاعتنا. يعني هنسيحها. هنسيحها. طب ودي طريقه كويسه ولا اللي هي اللي بنعملها ببخار الميه دي ماشي ودي ماشي؟ يعني ينفع الاثنين كله، يعني ما فيش مشكله. تمام، نسهل على نفسنا. وفي ناس بتحط دي في الميكرويف بس انا ما بحبش استعمله. وبندور على حاجات صحيه دايما مع الشيف. بالظبط، شويه لبن صغيرين كده ونسيبها هي هتسيح الوقت اصلا وتبقى زي الفل. ماشي، واللبن مستنيينه لما يغلي يعني. بالظبط كده. تمام،
اللبن معانا هنحط 3 معالق سكر كبار. المقادير على الشاشه عشان نبقى ماشيين كده خطوه خطوه. بالظبط 3 معالق سكر كبار لان احنا هنحط عسل من بره. الراعي الرسمي لاكلات الشيف سامح العسل زي ما انتم عارفين. زي ما احنا قلنا هنحط العسل من بره وهتبقى الدنيا كويسه فمنتقلش قوي في السكر. مش عايزين ننسى الجبنه الصيامي عشان يعني حد مصر ان هو عايز جبنه صيامي. حاضر. هنعرف المقادير حالا من الشيف سامح ونعملها في البيت عشان هو مش بيفضل ان احنا ناكل جبنه صيامي. حاضر. هناخد معانا معلقه دقيق، معلقه كبيره دقيق، وهناخد معانا 3 معالق نشا، ابتدت الشوكولاته تسيح ايه سريعا جدا يعني. ده اي نوع شوكولاته صح كده ولا نوع معين؟ انا قلت المره اللي فاتت الشوكولاته اللي احنا اللي انا اشتغلت بيها قلت اقدم نوع شوكولاته في البلد هو رخيص وكويس وطعمه مميز انا بفضله وبيديني النتيجه اللي انا عايزها يعني بيديني النتيجه بتاعتي اللي انا عايزها عشان في شوكولاتات سكرياتها عاليه قوي بتفقد كده الاكله. عايز تجيب شوكولاته خام هات شوكولاته خام، عايز تعمل حاجه انت بتحبها شوكولاته نوع شوكولاته انت بتحبه ماشي يعني زي ما انت عايز. اوكي هناخد معانا هنا كوبايه لبن ساقع كده تمام هندوب فيه اللي احنا حطيناه ده وهننزل بيه على اللبن. بالظبط. اوكي طب خلينا نروح للاقصر معانا مارينا. الو مساء الخير. مساء الخير ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك اتفضلي. ممكن اكلم الشيف؟ اهلا بيك اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا شيف؟ ازيك يا فندم اهلا وسهلا. الله يخليك. بقول لحضرتك يا شيف هو انا معايا ابني عنده بتاع 4 سنين ونص هو بنتي توأم. بس هو ساعد معايا شويه وكده وصفايح الدم نزلت معاه وكده بس انا مش بعرف افطرهم ايه ممكن تقول لي يعني انا افطرهم يعني حضرتك يعني خبره وكده انا مشكلتي في الفطار مش بعرف افطره ايه وعايزه اكل يعني قولي على حاجه مفيده يعني تزود مع الدم وكده يعني. طب يعني انتوا في الصعيد يعني الغذاء كله عندك وعندك البيض الفلاحي عندك البيض الفلاحي البيض البلدي السعيدي البيض 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 اعمليه بكذا طريقه البيض بيتعمل ب50 طريقه البيض اعمليه بالخضار اعمليه بالجبنه اعمليه بالاومليت اعمليه باللبن والكريمه يعني 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 ممكن تعملي البيض في الطاسه تحطي الطاسه بدل ما تحطي سمنه بدل ما تحطي له سمنه حطي كريمه او حطي لبن وحطي كسري فيها البيض المقلي وقلبيه هيطلع بيض جميل جدا سكرامبل كده جميل يطلع بيض مقلي طري جدا وبيبقى طعمه مميز جدا للاطفال اعمليه بالخضار اعملي لهم عصاير بنجر بالجزر بنجر بالبرتقال برتقال بالجزر اشتغلي في العصاير كتير. طب ايه اهم فاكهه يا دكتور اديها له عشان الصفايح الدم ما تنزلش معاه تاني؟ التين 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 جامد جدا التين والموسم التين والرمان لما يجي الرمان رمان 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 الرمان عظمه العظمه رمان وتين رمان وتين رمان وتين طيب تمام ويعني ممكن تروحي برضو الدكتور تتابعي معاه عشان يعني يظبط الاكل معاه اكتر وانت حاولي نوعي على قد ما تقدري الاطفال بتحب التنوع يعني ما نعملهمش البيض هو او نسلقه بس كده فالطفل دايما بيحب يغير. انا بشكرك على اتصالك يا استاذه مارينا شكرا لحضرتك. احنا يعني حقيقي فعلا الاطفال بتزهق لانه احنا بنبقى واخدين كده انه هنفطر بيض فنسلق البيض طب نعمله بطريقه تانية عشان الولاد يحبوه نزود خضروات زي ما الشيف بيقول عشان الحاجات دي بتدي قيمه غذائيه لولادنا كبيره جدا عشان يحبوا الفطار ويحبوا الاكل بلاش نعمل الاكل زي ما احنا عارفينه او حافظينه او بنستسهل عشان الاستسهال ده ما بيبقاش حلو في بعض الاحيان. بالظبط هننزل بالكريمه بتاعتنا هننزل بالنشا والدقيق بتاعنا عشان يبدا يتقل وياخد القوام بتاعه. بالظبط وهنبتدي ناخد معانا كريمه لباني
ناخد معانا مقدار نص كوبايه كريمه بتخلينا بتدي الطعم بتاعنا تميز كده وحاجه كويسه يعني. هنبتدي نفضل معاها شويه عشان تاخد القوام اللي احنا عاوزينه. قلبه كتير عشان ما يكلكعش، عشان النشا والدقيق يستوي معانا وتبقى زي الكريمه كده. احنا كده الشوكولاته ساحت صح؟ بالظبط. وهتنزل تاني في ال لسه هشتغلها تاني. تمام. يعني انتوا كده ماشيين خطوه خطوه معانا عشان نعمل المهلبيه بطعم الايس كريم. احنا اللبن غليناه بالظبط ونزلنا عليه بالقوام اللي احنا عاملينه اللي هو فيه نشا ودقيق ونزلنا على لبن بسكر ونزلنا ابتدينا نقلب شويه كتير لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. بالظبط. البوتاجاز معانا بقى ايه؟ قول لنا بقى القوام اللي احنا عاوزينه يكون عامل ازاي؟ كريمه، قوام الكريمه بس كده. قوام الكريمه كده ان هو يبقى كريمه معانا كده. نحضر طيب ناخد استاذه رفقه من شبرا الخيمه. الو مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك معانا. ربنا يخليكي. الشيف يعمل لنا اكل طيب برضو ميه وملح كتير عشان نبقى عايزين نعرف عشان احنا صايمين من اول الصيام. حاضر. انا قلت اسم حضرتك غلط، انا بعتذر لك استاذه رفقه. حاضر جد. تابعونا. احنا قلنا الميه والملح. قلنا احنا كل الخضار ممكن يتعمل بالميه والملح. احنا سامعين حضرتك. انا بقول لحضرتك ان احنا صايمين من اول الصيام وعايزين اكل كتير اللي هو ميه وملح. حاضر حاضر هنجاوب على حضرتك. بنقول اكلات كتير جدا بميه وملح، يعني استنونا طول وقت الصيام هنعمل كده حقيقي لان ناس كتير بتصوم بميه وملح. فاحنا والشيف سامح قال حاجة مهمة جدا، يعني أي أكل بالخضار ينفع نعمله بمية وملح من غير أي مواد دهنية، من غير زيت خالص. فيعني امشوا كده بكلام الشيف سامح هتلاقي كل حاجة مشيت حلوة. قول لنا بقى القوام اللي احنا عاوزينه. احنا كده تقريبا خلاص خلصنا يعني، بس احنا عايزينها تهدى معانا شوية. هنجيب معانا بقى بسكوت الأيس كريم ده، بسكوت العادي بتاع الأيس كريم بتاعنا، وهنبتدي نكسر كده حبه. ده بيدينا طعم مميز جدا مختلف عن اي بسكوت تاني ممكن تستعملوه في اي حته. احنا معانا فاصل اعلاني، نعملها زي التارت كده. ينفع ناخد الفاصل سريع ونرجع نكمل المهلبيه بتاعتنا؟ اوكي. مشاهدينا اخر فاصل معانا اعلاني وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. هي وي هي وي. ورجعنا لحضراتكم مره اخيره مشاهدينا، وصلنا الفينيش في ثانيه. احنا دلوقتي بنفضي المهلبيه بتاعتنا، خلاص وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه وبنحطها في البايركس بتاعنا بقى. وزي ما احنا قلنا احنا كسرنا معانا البسكوت بتاعنا. احنا ممكن نجيب البسكوت ده منين يا شيف سامح؟ بره عشان نبقى عارفين. اي حد بتاع ايس كريم. يعني اي حد بتاع ايس كريم يجيب البسكوت بتاع الايس كريم بس. هو ليه مكنه بيتعمل يعني، بس هو ليه مكنه هنعمله يعني هنعمله. ماشي. فاحنا كده حطينا البسكوت بتاعنا، حطينا المهلبيه بتاعتنا، هنبتدي نحط معانا بقى صوص الشوكولاته بتاعنا. الله بقى. ده بقى طاجن مهلبيه. بس احنا هنسيبها تهدى شويه، بس هنسيبها تهدى شويه. ماشي. خمس دقايق كده وبعدين هنرجع لها تاني. طيب يلا نبدا في الفراخ بتاعتنا عشان بالزبط. الوقت. هنبدا بقى في الفراخ المشويه على الفحم للناس اللي لسه عايزه ترفع. اتبعوا بقى الحاجات اللي بيعملها الشيف سامح عشان بيبقى ليها تريكات كده معينه. بالظبط. فبتدي طعم حلو قوي. احنا قلنا ان احنا المره اللي فاتت قلنا احنا بنتبل الفراخ بتاعتنا ازاي. دي فرخه كامله احنا شفيناها وفردناها على كيس وبعدين دقيناها عشان تبقى مبططه كده. واحنا التوابل بتاعتنا زي ما احنا قلنا ميه بصل، ميه طماطم مبشوره، طب بصل مبشور،
وملح وفلفل وصويا صوص، وما فيش صويا صوص خلاص، ملح وفلفل وشويه مستارده. لو عايزين نطعم اكتر نحط زبادي ونبتدي ناخدها معانا. هننزل بيها دي بطعم، هتبقى بطعم الفراخ بتاعه الكبابجي يعني. هنبتدي ننزل معانا بيها على الجريل كده. هندي بس شويه زيت، هندي نقطه زيت على الجريل. احنا قلنا لو ما عندناش جريل امكانيه ان احنا نعمل ده نعملها ازاي؟ في الفرن. في الفرن دي بقى، في الفرن تبقى يعني مشويه دي بقى في الفرن. لو احنا عايزين الطعم اللي هو بتاع الكبابجي اللي بره بالظبط، فاحنا هناخدها بس معانا كده على الجريل شويه، وبعدين هنحطها على الفحم بتاعنا. طبعا عرفنا التتبيله عامله ازاي عشان احنا حفظنا خلاص شكل او التتبيله بتاع الشيف سامح للفراخ بتبقى عامله ازاي، وهو عادها دلوقتي ونزلنا بيها على الجريل. ما عندناش جريل زي ما بقول طول الوقت، ان احنا ممكن نستسهل الفراخ بالصوص ده هنعملها في الفرن. هناخدها في الفرن بس يكون الفرن بتاعتنا حاميه اخر حاجه، وناخدها في الفرن. بنحط معانا الفلفل الحراق بتاعها. ايه ده على الجريل عشان كده؟ عشان يشتغل معاها كده ويطلع معاها. ماشي. عبال ما تطلع ال ده ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ معرفش، هي كده انا لقيت عندي كوسه. احنا بنحاول ايه نفاجئ دايما الناس. لا هو يعني غصب عني، يعني انا لقيت عندي كوسه كده فقلت ماشي ممكن نعمل لها شويه خضار سوتيه كده، شويه كوسه سوتيه كده جنبها، فما فيش مشكله يعني. ماشي، مش عايزين ننسى الجبنه الصيامي. جبنه عشان الناس بتطلبها، فيعني هم مصرين فعايزين نعرف الطريقه من حضرتك. حاضر. على فكره احنا ممكن بنعمل ال ده هنعمله خضار سوتيه، هنعمل الكوسه دي مع عشان مع الفرخه يعني، فهنحط لها حته زبده مع شويه زيت وهنشوف هنعمل فيها ايه. احنا ممكن بنعمل الطحينه بتاعتنا بنعملها بطعم الجبنه وبطعم المش الصيام. لما بنعمل الطحينه بنحلها بتاعتنا بالخل والليمون، والطحينه بتحتاج خل زياده يعني، وخل وليمون وملح وفلفل وكمون وملح وكمون وكزبره، ونقطع فيها طماطم ونعصر عليها ليمون، ونقطع فيها فلفل، نقطع فيها فلفل حراق. بتاخد طعم الجبنه، بتاخد طعم المش على طول. الجبن الصيامي والحاجات المصنعه دي ليها حاجات انا ما بفضلش ان احنا نستعملها، ليها مواد حافظه وحاجات انا ما بفضلش ان احنا نستعملها. وانا ما بفضلش البسطرمه الصيامي والجبنه الصيامي والحاجات دي كلها، لان الحاجات دي كلها مش صحيه، لان ليها حاجات عشان توديها للطعم اللي هي بيوصل لكم حاجه صناعيه انا ما بحبش استعملها. الشيف سامح دايما بيحب الاكلات الصحيه اللي فيها القيمه الغذائيه تاخدوها كامله بالظبط، فيعني هو مش بيفضل قوي. لكن برضو عشان برضو نبقى متفاهمين يعني، هعملها لكم بس انا مش هاكل يعني، انا هعملها بس مش هاكلها يعني هو بس بيخلي مسؤوليته يعني. عشان تبقوا بس عارفين يعني، هناخد معانا الكوسه بتاعتنا على طول على الزبده والزيت. دي ايه بقى؟ زي خضار سوتيه مع بالظبط، بناخد عليها ملح، بناخد عليها فلفل، بناخد عليها شويه فلفل حراق، وكده يبقى احنا خلاص خلصنا. ماشي. الفراخ بتاخد وقت قد ايه يعني؟ هي بتاخد 10 دقائق معانا بالظبط، واقل من 10 دقائق يعني ده فص توم. تمام. وجنبها بنعمل دلوقتي خضار سوتيه كده بالكوسه والزبده، ونزلنا عليها بفص توم، وده فلفل بالظبط، ده فلفل حراق وملح وفلفل بس وفص ثوم، وهتبقى حاجه جامده جدا دلوقتي. ما نستعجلش عليها يعني بقى، الحاجات اللي بتبقى مفاجاه دي بتبقى جامده جدا بالظبط، هي بتيجي كده يعني. فاحنا هنشوف هنعمل ايه. هناخد بس نبل معانا الجريل الفحم، ناخده معانا كده بالزيت عشان ده مش زي اللي هو موجود بره، مش زي اللي موجود بره معانا، فلازم نديله الزيت بتاعه.
بعدين بناخد الفراخ بتاعتنا ننزل بيها على الفحم. احنا قلنا ما شغلناش الفحم قبل كده وقلنا لما هنشغله هيحصل حاجات غريبة. بتحصل دلوقتي الحاجات الغريبة. فما تقلقوش. هي استوت عموما مش هتاخد معانا وقت يعني. طيب الخضار السوتيه بنعمله دلوقتي عشان ندي كده طعم للفراخ، واحنا عملنا بقى بطاطس بوريه قسمناها صيامي وفطاري زي ما شفتوا معانا، والفطاري عملناها بالزبده والفص الثوم المهروس وابتدت تبقى شكل كريمي كده، فردناها ونحط عليها الفراخ، يعني كاننا جايبين الاكل من بره بطريقه مش طبيعيه النهارده. بالظبط. هنبتدي بقى نحط بتاع الصوص الشوكولاته بتاعنا. مش عايزين بس ننسى الفراخ كده عشان ما تاخدش لون. مش هننسى حاجه خالص. مش هنبدا نقلبها دلوقتي عشان تسكت بس. انا عارف ان انت اللي جايه الريحه عليكي، انت هتكحي جدا. انا دلوقتي واحد طبعا من بخار. بالظبط. طيب نرجع نكمل بقى صوص ال، احنا بنعمل مهلبيه مع الفراخ عشان ايه؟ انا دلوقتي بقيت يعني طالعه من البخار. احنا قسمناهم هنعملها نص ونص كده، نص شوكولاته ونص بال 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 جوز الهند. طب خلاص بقى معلش. معانا زبيب. زبيب وده جوز هند. جوز هند ناعم وجوز هند خشن. الله. زي ما انتوا عايزين يعني. ابدأوا وزوقوا زي ما انتوا عاوزين. بالظبط. لا 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 الابداع ده. يعني عملنا قبل كده طاجن رز بلبن. كان ملوش حل، النهارده بقى طاجن مهلبيه. بالظبط. ملوش حل فعلا بجد. فهنعمل حاجة كده هتبقى مميزة يعني. والبسكوت اللي احنا حطيناه تحت المهلبية هيفضل كريسبي يعني مش هيطرى على فكرة. بعدين المفروض ان هي بتخش التلاجة شوية تهدى وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. تمام. ايه ده فعلا بتحط في التلاجة. بالظبط. بتبقى متماسكه كده شويه، القوام بتاعها مش سايل، متماسك شويه. بالظبط بالظبط. هناخد معانا بالشوكه كده. ده ايه ده؟ دي كريم. الله. كريم شانتيه كده. وده بنخليه كده اهو. بعدين احنا قلنا المره اللي فاتت، احنا كنا المره اللي فاتت عملنا الكريم شانتيه عملناه بالورق الزبده ده بقى القمع الشرعي. هنزود بيه. احنا المره اللي فاتت ما كانش معانا حاجه فانت تصرفت. بالظبط. يعني احنا تصرفنا على هوا ان احنا عايزين نزوق الطاجن ازاي، فلفينا ورق زبده كده سريع وعملنا. دلوقتي معانا بقى القمع نفسه. بالظبط. ده هنعمل بيه، هنزوق بيه برضه. هنحط برضه شويه كريم كده على المهلبيه، واحنا حاطين فيه كريمه جواها. مش عايزين ننسى الفراخ عشان وقتنا كمان. احنا 8 دقايق خلاص. احنا كده خلاص هي خدت اللون اللي احنا خلاص عاوزينه. هي بتستوي خلاص سريعه في السوى يعني، احنا عشان خلينا الموضوع سهل. بالظبط كده. هنعمل ايه بقى؟ نكمل تزويق بقى، نكمل حلاوه. ابدعوا بقى يا جماعه. اعمل اللي انت عايزه. ابدعوا. يعني اعمل اللي انت عايزه. ما يعني مالكش دعوه باللي انا بعمله، اعمل الشكل اللي يعجبك. بص
بصوا بقى الشكل طالع عامل ازاي في الكاميرا. جامد قوي. خلصوا بقى الايه يعني، خلي ولادكم تلعب بالظبط، مسكوم كده بقى القمع ده، واحنا زي ما قلنا ما عندناش قمع نتصرف باي ورقه عندنا، ونحط فيها الكريم شانتيه ونبدا نزوق. مش عايزين ننسى الخضار السوتيه بتاعنا. لا مش هننسى حاجه، واحنا كده خلصنا الشغل طيب بتاعنا وقتنا بقى. طب ممكن نلم كده الحاجه لو عايز تحطها في التلاجة وقت ما نطلع بالفاينل فخلاص. خلاص كده كملوا بقى الزبيب ده عشان خاطرك انت بس، عشان الشوكولاته ما خدتش زبيب. عشان خاطري عشان الزبيب، ما الشوكولاته ما خدتش زبيب بقى خلاص. طب احنا خمس دقايق هنحطها ونرجع تاني ولا هنخليها زي ما هي؟ لا خلاص. طب في العاده ان احنا ممكن نحطها في التلاجه صح عشان تتماسك؟ اه في العاده ان احنا بنحطها في التلاجه قبل ما بنزوقها. تمام. بصوا عشان نبقى فاهمين برضو انه بالعاده ان احنا نحطها في التلاجه طبعا عشان وقت الهوا بس، فاحنا مستعجلين، فالمفروض ان هي تتحط في التلاجه شويه كده تاخد وتتماسك وتاخد قوام وشكل كده معين ونرجع نطلعها. انا طالعه في الكادر يعني مبخره النهارده. ايه تاني اللي باقي عشان ما يقفلوش علينا؟ ناقص الفراخ هنطلعها دلوقتي والخضار السوتيه بتاعنا. هي ما خدتش وقت خالص يعني، الفراخ ما خدتش وقت حقيقي. احنا حطيناها في الفرن هتطلع بالطعم بتاع ان هي فراخ مشويه. بالظبط هتطلع، مش هيجرى لها اي حاجه، هي الفكره في التوابل مش في الطعم. مش في الفكره في التوابل بتاعتها مش في الشغل. فخلينا احنا بس نلم الحكايه دي. يلا بينا ونبدا الرصه بتاعتنا عشان الكاميرا تجيب الجمال ده. والفراخ السريعه اللي عملناها النهارده، وعملنا احلى شلوله وصعيدي صيامي وبطاطس بوريه صيامي بالخضروات والروز ميري، وعملنا البطاطس بوريه كمان قسمناها ان احنا عملناها فطاري ان هي تبقى تحت الفراخ المشويه، وكمان زودنا وعملنا يعني عملنا ايه، خضار سوتيه بالكوسه. خضار سوتيه بالكوسه، حاجه جامده جدا. هي مش سوتيه قد ما هي كوسه ليها طعم مميز كده، بيتحط مع الفراخ او مع المشويات بيدينا طعم مميز كده بالفلفل الحراق. طيب عايزين نشيل الزبده ونبدا نرص الرصه بتاعتنا عشان نطلع الفراخ على طول. بصوا بقى الطاج، خليها كده تمام. احلى، احنا هنقول طاجن مهلبيه. قولي يعني بقى زي ما انت عايزه. جامد جدا يعني، مش طبق عادي بصراحه، هو عامل زي كانه طاجن مهلبيه كده بطعم او بطريقه الايس كريم، يعني بسكوت الايس كريم اللي مفروش تحته وبعدين نزلنا بصوص المهلبيه ونزلنا عليه بصوص الشوكولاته اللي الشيف سامح. احنا عملنا معاكم كل حاجه خطوه خطوه. هنجيب بقى معانا البطاطس البوريه اللي احنا عملناها بالكريمه وبالزبده، وننزل عليها بالفراخ بتاعتنا. الفراخ سريعه سريعه يعني، انت تخيلت ان هي تاخد وقت اكتر من كده في السوى؟ لا خالص. نقفل بقى ده ونأمن نفسنا. احنا مأمنين نفسنا ما تخافيش. نكمل بقى الفلفل نحطه على الفحم كده ياخد اللون، يعني انت مظهر ان الفلفل يطلع معانا. الكوسة كده تمام ولا محتاجة سوى زيادة؟ لا هي كده تمام خالص. القيمة الغذائية بتاعتها بس احنا هنخليها معانا لغاية اخر وقت يعني. لكن هي استوت، هي المفروض تبقى الدنتي كده بتقرش، ما بتبقاش مستوية قوي، وبيبقى الفلفل والثوم مقرمش عليها كده، بيبقى حاجه كده طعم مختلف ومميز يعني. فاحنا ممكن ناخد منها برضو جزء كده، ممكن ناخد من الكوسه دي جزء كده ونحطه هنا كده. لا لا في ابداع عشان يبقى طبق قيمته الغذائيه ناخدهم كلهم. بصوا بقى البطاطس والكوسه والفراخ يعني احلى طبق لاحلى رفاع يعني. بصوا رفعوا بقى النهارده بالطريقه دي براحتك بقى يعني، انت اتفضل بالهنا والشفا كده. احنا تمام، مش عايزين ننسى قرنين الفلفل اللي هيسودوا دلوقتي من الفحم عشان نجمل بيهم باقي الطبق او نجرنش بيهم الطبق.
خلاص يا شيف سامح صح؟ انت صمتي ولا فترة؟ انا لسه هرفع. انت عايز تدوقني الفراخ دلوقتي؟ بالظبط. طب هنكمل. طب احنا يا جماعة بقى كتير هنلحق ندوقي كده؟ دقيقتين هنلحق. طب ادوني فرصة ادوق يا جماعة. بالظبط. وادوق انا كمان برضو؟ اه لا بصوا السوا بتاعها يا جماعة. هناخد معانا الفلفل الحراق ده كده الظريف. دي حلوة قوي بجد، حلوة قوي قوي، تسلم ايدك. فلفل الحراق الظريف، ناخد معانا كده وحدتين طماطم شيري كده. السوا يا جماعة بجد بجد فعلا مستوية بطريقة حلوة قوي، واحنا ما خدناش وقت في السوا، يعني احنا كنا متخيلين الوقت ازاي هنلحق نسوي الفراخ. لا بجد حلوة، ايه رأيك؟ انفع؟ فراخ على الهوا يا جماعة في 10 دقايق بالظبط. حلوة قوي. فردناها ودقيناها وتبلناها وحطيناها. انت مش مهم مش عندك جريل، على فكرة لو عندك طاسة عريضة اللي هي الطاسة الجريل اللي بتتباع ممكن تتعمل فيها. تسلم ايدك. تديك طعم مميز جدا. نرجع تاني ونقول قول لنا عملنا ايه سريعا كده عشان احنا خلاص دقيقة تقريبا. عشان انا كمان الفراخ عجباني. لا هياكلها، فعايزين نلحق نوري لكم شكلها عاملة ازاي، عشان يعني النهارده كان في ابداع الحقيقة. قول لنا سريعا كده يا شيف سامح عملنا ايه. طيب احنا النهارده عملنا اول حاجة، عملنا الشلاولة والصعيدي، ملوخية ناشفة، حطينا عليها عصير 3 ليمونات، حطينا عليها ملح، حطينا عليها 3 معالق ثوم مهروس ومفروم، وضربناها بالمية الساقعة معانا ولغاية لما وصلناها لقوام الملوخية، وبعدين حطينا الكفر بتاعها فلفل حراق بلدي، وحطينا فلفل الشطة الصعيدي، وبقى معانا الشلاولة والصعيدي الراعي الرسمي لسيام العذراء. ومعانا عملنا بطاطس بوريه بالخضار، وجبة كاملة متكاملة، بطاطس مهروسة وحطينا عليها زيت زيتون، وحطينا عليها خضار فلفل ألوان وفلفل حراق، وحطينا عليها مشروم، وحطينا عليها فص توم، وحطينا ملح وفلفل وكزبرة وكمون، وطلعنا وجبة بطاطس متكاملة، وحطينا معلقتين كاري عشان الكاري بيدي قيمة غذائية وبيدي أحمى شوية. الاستوديو كله بقى خلاص بقى فراخ مشوية كبابجي، احنا قلنا هنعمل حلقة الكبابجي بس واضح هنفكر فيها. وبعدين عملنا طبق مميز جدا، فراخ مشوية على الجريل أو على الفحم، وحطينا تحت منها بطاطس بوريه عاملينها بالكريمة اللباني وعاملينها بالزبدة وبالملح والفلفل فقط، ومضروبة كويس قوي لغاية لما بقت كريمي كده. وعملنا معاها كوسة بالثوم والفلفل الحراق، وحطينا معاها الفلفل الحراق البلدي بتاعنا، وحطينا الطماطم الشيري الزغننة بتاعتنا. نيجي للمهلبية. المهلبية بتاعتنا كيلو لبن، كوباية كريمة، 3 معالق نشا، معلقة دقيق، نحط عليها فانيليا، نحط عليها 3 معالق سكر. احنا نسينا نحط اهم حاجه في العسل. انا قلت يا جماعه، انا قلت الراعي الرسمي لاكلات الشيف سامح، يعني نحط بقى العسل كده ينزل كده، بصوا بقى كده الحلاوه كده، دايت دمار يعني. احنا قلنا بالنسبه للحلويات يوم السبت الدايت ياخد اجازه وما يزعلش مني. احنا بقى في الصيام نعمل حاجات خفيفه بقى يعني. بالزبط. احنا خلاص فناخد كده العسل بتاعنا نرفع بس، حاجه كده رائعه يعني. الكريم شانتيه قلنا نجيب الكريمه كريمه الخفق من عند العطار او من عند اي حد بتاع ادوات حلويات، اللي هي البودره، بنضربها بلبن ساقع او بنضربها بميه ساقعه، وبنحط عليها سكر بودره لو هي مش محليه، لو محليه خلاص هي بتبقى كده، وبنضربها بالمضرب السلك بتعمل معانا الكريم شانتيه ده. او نجيب الكريمه اللباني، او نجيب الكريمه اللباني نضربها برضو نفس القصه بالمضرب ونعمل الكريمه دي. بسكوت الايس كريم بيدينا طعم تاني خالص مع الحلويات. حطينا عملنا عليها صوص الشوكولاته، شوكولاته بزبده بفنجان لبن، سيحناهم على النار في الميكرويف في الفرن في اي حاجه، وحطينا صوص الشوكولاته على الوش، حطينا اي مكسرات في البيت معانا، حطينا جوز هند، حطينا زبيب، حطينا ما حطينا السمسم. لا كفايه كده. كده كفايه. ممكن اجيب لها سمسم. انا بشكرك جدا يا شيف سامح، كالعاده مبدع، وكل سنه وحضرتك طيب وابدعت النهارده حقيقي. شكرا ليك يا شيف سامح. ميرسي، متشكر ان انا موجود معاكم. شكرا لحضرتك. انا كمان بشكركم مشاهدينا، واستنونا يوم الاثنين الجاي وفي مفاجاه، لانه هيكون الاحتفال باول سنه للبرنامج، عيد ميلاد البرنامج. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبمناسبه صوم العذراء مريم، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين وبركه وشفاعه العذراء تكون معاكم كلكم. انا بشكركم واشوفكم يوم الاثنين، واستنونا وحلقه خاصه جدا. الى ان نلتقي.
هذا البرنامج برعاية هي ومين هي ومين لو وقتك اللي بتستنين هي ومين هي ومين ما هو علشانك هي ومين أكلت شهية مية في المية أصناف جديدة هي ومين خلي السفرة أحلى معنا الدنيا تحلى ما هو علشانك هي ومين وكل مرة موضوع يهمك ده شايل همك هي ومين أولوياتك واهتماماتك هتلاقيها بس هي ومين هي ومين هي ومين ده وقتك اللي بتستني هي ومين هي ومين ما هو علشان هي ومين